أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا. إذا نعود ونذهب مباشرة إلى قاعة الملاكمة في هذه الأثناء افتتاح منافسات الملاكمة مع الجزائرية إيمان خليف ضد نظيرتها المصرية رحمة محمد في أقل من 63 كيلوغرام. إذا يلتحق بنا من هناك الزميل وليد معمري لينقل لنا الأجواء التي تصاحب هذه المنازلة. أهلا بك وليد مجددا. أهلا بك مجددا. أهلا بك مجددا زميلتي ابتسام. مع بداية النزال ودخول قوي للملاكمة الجزائرية إيمان خليف التي يظهر أنها تملك إرادة كبيرة وأنها أقوى بكثير من الملاكمة المصرية رحمة محمد، خصوصا وأن هناك الآن نهاية الجولة الأولى من هذا النزال بتفوق واضح للملاكمة الجزائرية إيمان خليف التي تحظى بشعبية كبيرة هنا في القاعة. ربما تسمعون الآن الجميع يشجع في إيمان ويتمنى أن توفق في إهداء الذهاب للجزائر. سعيد عودة إليك مجددا. من خلال الجولة الأولى واضح أن إيمان أقوى بكثير من الملاكمة المصرية. نعم، واضح بأن إيمان هي أحسن بكثير من الملاكمة الخصم المصرية. يعني يا ريت تسير المقابلة تاعها بكل ارتياحية. إيمان اليوم قدمت أداء جيد. يعني راني نشوف انا في الجوله الاولى كانت 10 8، يعني كل الحكام عطاو لها يعني هي احسن بكثير على الخصم. هذه المقابله هي تلاكم بكل ارتياحيه. الفرق بيناتهم ايمان راهي طويله على الخصم تاعها. سعيد انا نشوف باللي في امكانيه للضربه القاضيه في هذه المنازله. يمكن ايمان ان توقف الخصم تاعها، ولكن انا بدايه مشاهدينا الكرام بدايه الجوله الثانيه من هذا النزال. ولمواصله التعليق على النزال اسعد ايضا باستضافه الزميله الاعلاميه دنيا حجاب لتعطينا تفاصيل اكثر حول هذه المنافسه. دنيا، الان المنافسه بين الملاكمه الجزائريه ايمان خليف ونظيرتها المصريه محمد رحمة. واضح تفوق للملاكمة الجزائرية. التفوق راهو باين منذ البداية، والشيء الجميل والمميز عند إيمان طول القامة اللي ساعدها كثير. يعني صراحة ربما احنا إيمان قبل دخولها للمنازلة وعدتنا بالضربة القاضية اللي رانا ننتظر فيها، رغم أنه الفارق واضح جدا لصالح إيمان. وحتى الضربات، شوف الضربات القوية اللي راهي تقوم بها إيمان، والتخوف من طرف ضربة للوف خاصة على بالنسبة لي على الرأس. وشوفوا حتى المصارعة المصرية رحمة اللي كانت متخوفة كثير، وتحدثنا معها أنه الحاجز لمرور إلى الدور الآخر هو إيمان، ونظن إيمان بكل ارتياح راهي تنازل فوق الحلبة. إن شاء الله الفوز يكون لصالحها، ولما لا احنا إيمان اللي كنا ننتظر في الميدالية من طرفه تفوز إيمان. يعني الآن الحكمة تحتسب للملاكمة المصرية بعد سلسلة لكمات قوية قامت بها الملاكمة إيمان خليف. سعيد، المنازلة تجري في اتجاه واحد. نعم، هذا واضح من بداية المقابلة. نقول بأن الإيمان تقدر توقف الخصم، يعني التوقيف وارد بشكل كبير. تقدر توقف، يعني راهو الفرق راهو باين، وإيمان تقدر يعني وقفتها يعني نهاية. حتى نوضحوا للمشاهدين الكرام، لو يتم الاحتساب لمرة أخرى، مرة أخرى تكون نهاية المقابلة المنازلة. نعم، كمثل ما شاهدتي دنيا، تفوق واضح للملاكمة إيمان خليف. أنا جد سعيدة، البارحة كان الفوز لمصارعات في الكاراتي، اليوم إيمان خليف. شوف الحلبة النسائية، نتحدث كرئيس جمعية ترقية تطوير الرياضة النسوية، الرياضة النسوية لا دخلت بقوة خاصة في النخبة الوطنية في عدة اختصاصات. انتظروهن فقط، يعني ديروا فيهم شوية ثقة، رايحين يرجعوا لنا الأمجاد الرياضة النسوية اللي كانت في السابق. إيمان بكل قوة. ماذا تقول الحكمة اللي هي من تونس في هذه المواجهة اللي هي لغاية الآن؟ شوف بكل ارتياح إيمان
تريد ربما، احنا نبحث عن الضربه القاضيه، ربما راهي خافت باش ما حبتش تضر هذا المصريه، تريد ان تفوز دنيا بالنقاط. عفوا عندي سؤال، ربما الكثير من الجماهير اللي تبع الملاكمه، طريقه نزال ايمان بالفوس جارد كما يقال في اللغه تاعكم، كيفاش هذه طريقه جزائريه يعني؟ لا، طريقه الفوس جارد هي بالنسبه لي يكون لاعب يعني من صغره يكون يعني يسرى، يتعامل باليسرى ماشي باليمنى. نهايه الجوله الثانيه بتفوق واضح للملاكمه ايمان خليف، تفضل سعيد. انا نقول باللي ان المدربين هم يطلبوا منها بتكمل ثلاث جولات، هي كانت قادره تحبسها امام في الجوله الثانيه، ولكن باش تربح الثقه في النفس اكثر تعمل ثلاث جولات تكملهم بكل ارتياحيه، بكل باش المقابله الجايه تكون احسن اكثر فاكثر. لوريتم يعني سعيد، ربما انت اهل الاختصاص، لكن انا حسب تقديري انه لو انهت المباراه بالضربه القاضيه يكون عندها راحه اكثر من اكمال ثلاث منازلات. نعم، هذا ما يحبوا الجمهور، وهذا هو اللي يحبوا الجمهور، الضربه القاضيه. انا نقول لو كان طلبوا منها انها توقفها في الجوله الثانيه، ولكن هم يطلبوا منها بانها تدخل في المنافسه اكثر فاكثر، لان ما زالها مقابله غدا وبعد غد الى النهائي، هذا الشيء اللي يساعدها. نشوفوا ايضا تركيز كبير من المدربين اللي يقوموا بتحضير ايمان في الجوله الاخيره بعد انطلاق الان الجوله الاخيره من النزال، وايمان تسيطر على الحلبه وتسيطر على منافستها. الان لقمه قويه من ايمان، لا اظن انه الملاكمه المصريه ستصمد الى غايه نهايه الجوله الثالثه، اليس كذلك دنيا؟ انا اقول لك صراحه المصريه هي تعرف انها امام بطله عالميه، ولما ربما تفوز حتى فارق يكون بنقطتين هذا انجاز بالنسبه للمصريه اللي راهي هي جد متخوفه. الشيء الجميل انه ايمان سيطرت كليه على الحلبه وتسيطر على الجمهور، حتى لما تدخل في البدايه تطلب من الجمهور ان يكون في حماس، وهي تحب الجمهور الجزائري وتحب ان تفوز بالحماس. شوف راهي تبدع فوق الحلبه، تريد تسجل نقطه بنقطه وتنهي جوله بجوله لتمتع الجمهور بالفرجه، لانه لو تقضي في تكون الضربه القاضيه اللي وعدتنا فيها راح تقضي على احلام الجمهور وتقضي على الفرجه، الشيء اللي خلاها انها تضمن الفرجه للجمهور عبر في القاعه والجمهور عبر التلفزيون لقناه النهار. نتمنى ان شاء الله التوفيق لايمان. شوف هي راهي حقيقه استعراض، وكانها منازله استعراضيه من ايمان خليفه التي صالت وجالت على الحلبه، متعت الجمهور الحاضر الذي يتفاعل مع فنياتها. شوفي سلسله لكمات قويه من ايمان، قلت انا لا اظن انه الجوله الثالثه ستكتمل الى غايه نهايه الوقت. انا اقول باللي ان ايمان راهي تمتع، وراهي تمتع في الشعب في الحاضرين، انظر كيف هي الثقه في النفس، الثقه في الناس. انا اقول باللي قلت لك وقلتها باللي ان ايمان راهم طلبوا منها بتكمل ثلاث جولات تمتع الجمهور وكذلك تدخل في المنافسه، تدخل المنافسه. شفت كيفاش راهي تتحرك بالكلمات الملاكمه تاعها يعني جميله، انظر تم توقيفها من طرف مثل ما توقعته سعيد، مثل ما توقعته، وقلت انه الان الجوله الثالثه لن يكتمل وقتها بالنظر الى الفارق الشاسع في المستوى بين الملاكمه الجزائريه ايمان خليف، يسمح بمواصله المنازله، لكن الفارق شاسع واضح، اظن انه من مصلحه. إذن مشاهدينا تتابعون معنا في هذه الأثناء منازلات الملاكمة الجزائرية إيمان خليف ضد المصرية رحمة محمد في أقل أو وزن أقل من 63 كيلوغرام. إذن إيمان خليف متفوقة لحد الآن، إذن انتظار الجولة الثالثة إذن بعد لحظات، إذن ربما نهاية المنازلة كما نتابع. إذن الملاكمة تحظى بدعم جماهيري كبير داخل قاعة الملاكمة، جمهور غفير حضر لمساندة وتشجيع الملاكمة إيمان خليف وبعدها
الملاكمين الجزائريين الذين سيدخلون كذلك ممثلين في محمد توارق، بلودينات شعيب، مرجان أسامة، وكذا عبد الناصر بالعربي الذين سيتلون منازلات إيمان خليف بعد لحظات. إذن كما نتابع مشاهدينا، دعم جماهيري كبير للملاكمة الجزائرية في هذه المنافسة. خاضت ربما نستطيع القول منازلة كانت استعراضية لها أمام المصرية، انتهت بفوزها والتأهل إلى الأدوار القادمة في انتظار أيضا المنازلة التي ستخوضها يوم غد. إذن المنازلة تحيي الجماهير التي جاءت لمساندتها. عودة لك وليد مجدد.